بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد الجاوي أبو حاتم، مدرس بدار القرآن بالجديدة. يعني لا شك أن هذا في الحقيقة مشكل، يعني كثير من الناس الآن يسأل هل أصوم يوم عرفة الذي يوافق يوم السبت أم لا. وطبعا مسألة صيام يوم السبت هذه مرتبطة بحديث ورد في بعض كتب السنن وغيرها من حديث، طبعا فيه اضطراب في راويه، عبد الله بن بصر أو أخته أو عمته خالته وغير ذلك من الروايات، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث في الحقيقة قد ضعفه كثير من أهل العلم من الأوائل كالإمام الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى القطان والطحاوي والأثرم بن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم كثير. وهذا الحديث فعلا يعني فيه شذوذ وفيه نكارة لمخالفته لأحاديث أخرى. وبالتالي فعند الإمام مالك رحمه الله الذي قال أن هذا الحديث كذب يعني خطأ، فعند الإمام مالك لا بأس بإفراد يوم السبت بالصيام، وعند بقية الأئمة وبقية المذاهب قالوا يكره كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، يعني الأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم، يعني يصوم الجمعة والسبت فهذا أفضل حتى يخرج من هذا القول، يعني وهي كراهة تنزيهية فقط. وأما التحريم فلا أعلم أحدا نص من السلف نص وصرح بأن صيام يوم السبت محرم، والحديث كما قلت معلول وله ما يخالف من الأحاديث الكثيرة جدا، وليس هذا محل بسطها طبعا. فعلا يعني لا شك أن الإنسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى طلب العلم الشرعي ومعرفة الأحكام الشرعية، ومعلوم أن المسلم يجب عليه عند قرب كل عبادة من العبادات أن يتعلم ما لا بد له من التعلم، ما لا بد له منه في تلك من تلك العبادة. يعني مثلا إذا اقترب الصيام فوجب على كل مسلم أن يتعلم بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وكذلك من أراد أن يحج فعليه أن يتعلم بعض الأحكام المتعلقة بالحج، فكذلك الأضحية. فعند اقتراب موعد الأضحية فينبغي على المسلم أن يتعلم بعض الواجبات وبعض الشروط وبعض الآداب التي ينبغي أن يطبقها المسلم في هذه الأيام. فطلب العلم فضيلة وهو شرف عظيم ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يتمكن من طلب العلم فعليه أن يسأل أو يتابع مثلا مثل هذه الفيديوهات أو مثل هذه التسجيلات، سواء كانت صوتية أو كانت مرئية أو حتى إن كانت مكتوبة مثلا. فالمهم وسائل طلب العلم كثيرة جدا في هذا الزمن، فما على الإنسان إلا أن يبادر ويرفع الهمة ويحسن النية ويوجه القصد إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.